السلام عليكم ورحمة الله، هذا موجز لأهم وآخر الأخبار من قناة الدنيا. زفت وزارة الإعلام أو الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون واتحاد الصحفيين وقناة الإخبارية نبأ استشهاد الزميلة يارا عباس التي استهدفتها يد الغدر أثناء تغطيتها للأحداث الميدانية قرب مطار الضبعة بريف حمص. هذا وقد قال وزير الإعلام عمران الزعبي: خسرنا باستشهاد الزميلة الإعلامية يارا عباس زميلة إعلامية مجتهدة دؤوبة نشيطة حيوية مؤمنة، ثقتها عالية بالوطن وبالسوريين وبنفسها، مضيفا أن هذه حادثة مفجعة ومؤسفة، ولكن يارا كانت تدرك جيدا خلال عملها كإعلامية أنها ربما تستشهد وتبذل دمها في سبيل سوريا، وكغيرها من الأبطال والبطلات في سوريا تمنت أن تختتم حياتها المهنية والإعلامية بالشهادة، وبكل تأكيد هي ليست أول الشهداء، ونأمل أن تكون آخر الشهداء وآخر الضحايا في سوريا التي تنزف من أبنائها دما وأرواحا وتضحيات. على الأرض يستمر الجيش العربي السوري عبر وحداته القتالية بالتقدم على أعتاب إعلان مدينة القصير آمنة، حيث أوقع عبر وحدات ذات قدرات قتالية عالية عشرات القتلى في صفوف المسلحين داخل الحارة الشمالية بالمدينة، فيما أعادت وحدات تمتاز بسرعة الاختراق الاستقرار إلى بلدة الحميدية بعد تدمير آخر أوكار المسلحين بضربات نارية دقيقة. إلى ذلك أحكم عناصر الجيش طوقهم المتقدم على المدخل الشرقي للحارة الشمالية والطريق الترابي الواصل بين مطار الضبعة ومدينة القصير لتقطع بذلك الإمدادات التي كانت تصل إلى الإرهابيين من خلاله، حيث توزع عناصر الجيش لتأمين طرق تقدم القوة الضاربة تجاه تطهير القصير بالكامل. وفي سلسلة عمليات نوعية قضت وحدات من جيشنا الباسل على عدد من أفراد المجموعات الإرهابية ودمرت عددا من معامل تصنيع العبوات الناسفة وأسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم، وذلك في قرى وبلدات عدة بريف دمشق. وقال موفد الدنيا إن بواسل قواتنا المسلحة تمكنوا من سحق عشرات الإرهابيين ومتزعميهم، عرف من بينهم عامر هارون وعلاء كمشة وتامر البلخي ومحمد حمدة ومحمد حسن وفراس مرعي وإبراهيم دياب ومحمد الويس. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي جون كيري سيبحثان مساء اليوم في باريس القضايا المتعلقة بالاستعدادات للمؤتمر الدولي الثاني حول سوريا المقرر في جنيف الشهر المقبل. وذكر موقع روسيا اليوم أن لقاء لافروف وكيري يعد السادس منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن اللقاءات السابقة بينهما في برلين ولندن وبروكسل وموسكو وكيرونا أيضا ركزت على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، حيث توصلت المباحثات في موسكو بين الوزيرين في وقت سابق من الشهر الجاري إلى اتفاق حول عقد مؤتمر جنيف 2 بدون شروط مسبقة. أكدت الصين أن على المجتمع الدولي أن يؤدي دورا نشطا وبناء في حل الأزمة في سوريا سلميا، فقد أكد رئيس الوزراء الصيني لي كيتشيانغ أمس في برلين أن بلاده منفتحة على أي حل سلمي توافق عليه الأطراف السورية في إطار مؤتمر جنيف 2. وقال لي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل في برلين إثر مباحثاتهما، كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، إن على المجتمع الدولي أن يؤدي دورا نشطا وبناء في حل الأزمة في سوريا سلميا، لافتا إلى أن الجانب الصيني منفتح على أي حل سياسي يمكن أن تقبل به الأطراف السورية كافة في المؤتمر الدولي جنيف 2 الذي يجري التحضير له حاليا. جدد رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني تأكيد بلاده أن الحوار هو السبيل الأمثل لحل الأزمة في سوريا. وقال لاريجاني في تصريح له أمس ردا على الاتهامات التي وجهها وزير الخارجية التركي مؤخرا لإيران وحزب الله نقلته وكالة أنباء أرنا الإيرانية، إن هذه الاتهامات خاوية، مضيفا أن الحسابات الخاطئة تقود تركيا إلى معاداة سوريا، واليوم وبعد مضي أكثر من سنتين على أنقرة أن تتحمل المسؤولية ولا تحمل الآخرين ثمن أخطائها. سيطرت القوات المسلحة العراقية على منطقة الشريط الحدودي بين العراق وسوريا بعد معركة استمرت منذ صباح السبت، حيث ألقت القبض على عناصر القاعدة وبحوزتهم أسلحة تركية الصنع. إلى ذلك وعلى صعيد الوضع الأمني الداخلي، فقد ارتفعت حصيلة الهجمات الإرهابية التي استهدفت مناطق متفرقة من العراق يوم أمس
إلى 12 قتيلا بينهم 6 من عناصر الشرطة العراقية وجنديان، فيما أصيب عشرات آخرون بجراح مختلفة. قضت محكمة التمييز التابعة لنظام آل خليفة الحاكم في البحرين اليوم بتثبيت أحكام بالسجن مدة 15 عاما بحق 14 بحرينيا، وتجاهلت شكاوى المتهمين بتعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي. وقال مصدر قضائي إن محكمة التمييز أصدرت حكمها حضوريا بحق 12 شخصا، في حين أصدرت حكما غيابيا بحق 2 آخرين. وأشار محامون إلى أن المحكمة تجاهلت شكاوى التعذيب التي تقدم بها المتهمون في القضية ولم يتم البت فيها، حيث أكد المتهمون أمام المحكمة تعرضهم للتعذيب والإكراه النفسي والجسدي للإدلاء بمعلومات وأقوال معينة خلال فترة التوقيف في العام 2011. أكد الرئيس السوداني عمر حسن البشير أن الأسلحة التي تتسرب من ليبيا إلى العديد من الدول الإفريقية تشكل تهديدا مباشرا لكل الدول المنطقة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البشير قوله في مقابلة تلفزيونية أمس إن الكثير من الأفارقة الذين حملوا السلاح في ليبيا هم عناصر مناوئون لحكومات بلدانهم، أو أن السلاح بأيديهم منحهم شعورا بأنهم باتوا في موقع يخولهم مناهضة هذه الحكومات. منح البرلمان الليبي الثقة بأغلبية ساحقة لوزير الداخلية الجديد محمد الشيخ الذي رشحه رئيس الحكومة علي زيدان ليخلف عاشور شوايل الذي قدم استقالته خلال الأيام الماضية. وقد صوت 124 عضوا في البرلمان بالموافقة على تعيين الشيخ وزيرا للداخلية، فيما امتنع 6 أعضاء فقط عن التصويت. عرض الشيخ خلال جلسة التصويت على البرلمان خطته لتعزيز الأمن في البلاد، محددا ذلك في 3 أمور اعتبرها أساسية خلال المرحلة المقبلة. وأكد الشيخ في هذا الصدد على أهمية الإبقاء على بعض الأجهزة الأمنية القائمة حتى لا يحدث الفراغ الأمني، وتفعيلها بعقيدة أمنية وطنية بعيدة عن الجهوية أو الشخصية. أصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال تفقده وحدة بحرية أوامر بإخفاء السفن القتالية. وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم أصدر توجيهاته خلال زيارته الوحدة 291 في القوات البحرية بإخفاء السفن الحربية بعدما لاحظ أنها راسية في أماكن مكشوفة، ولم يذكر التقرير موعد الزيارة أو موقع الوحدة. أعلنت الوكالة اليابانية للطاقة الذرية أن 30 باحثاً تعرضوا لإشعاعات أثناء حادث في مختبر نووي مصححة حصيلة سابقة أشارت إلى إصابة 4 باحثين فقط بإشعاعات. ووقع الحادث الخميس الماضي في مختبر الفيزياء النووية بتوكامورا التي تبعد نحو 120 كيلومترا شمال شرق العاصمة طوكيو، حين أرسل علماء إشعاعاً جزئياً على الذهب في إطار تجربة تسريع الجزيئات. وكان هناك 55 باحثاً يعملون في الموقع حين وقوع الحادث الذي يعود سببه إلى الحرارة المرتفعة. ختام الموجز، شكراً لكرم المتابعة، السلام عليكم.